الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو الكتاب، آخر كتاب أنزله الله تعالى على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل، وكتاب القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عقائد الشيعة ما يسمى بمصحف فاطمة. طبعا إذا سألت أي شيعي سينكر وحيقول ما فيش حاجة عندنا اسمها مصحف فاطمة. طيب قبل ما نكمل تعالوا نشوفوا الفيديو ده. فهذا المصحف كان يتوارثه الأئمة إمام بعد إمام، وهو من مختصات فاطمة ومن ميراثها الأئمة. مصحف فاطمة أين يوجد؟ أين؟ مع صاحب العصر والزمان. مع صاحب العصر أكيد والزمان. هو من ميراث الأئمة سلام الله عليهم. يعني يظهر الإمام صاحب الزمان ومعهم. نعم فاطمة. معهم. متابعوا متابعوا. بهالأجواء الملبدة بالغيوم إحنا نعتقد ورواياتنا أثبتت موعودي هذا البحث. بحثي بالطليعة هذا أن جبرائيل عليه السلام بهالأجواء من بعد شهادة النبي كان ينزل على فاطمة الزهراء عليها السلام كل يوم حتى شهادتها، يسليها ويملي عليها، وعلي يكتب، وهذا اللي كتبه علي من جبرائيل وهو نازل على الزهراء سمي فيما بعد بماذا؟ بمصحف فاطمة. عندكم فكرة عن مصحف فاطمة؟ بحكي عن مصحف فاطمة هاي الليالي. أريد أعطي فكرة للشيعة وغير الشيعة باعتبار إحنا على فضائيات أمام العالم، أريد أعطي صورة حقيقية عن موضوع شنو؟ مصحف فاطمة. أرجوكم ابقوا وياي لأن بحث متعوب عليه جميل حلو، راح نرجبي على شبه خطيرة، لأن إحنا من اعتقدنا بوجود مصحف فاطمة وهو مصدر من مصادر علوم آل البيت غيرنا أشكل علينا. يبقى بعد شيء قائم على التحديث هو المسمى عندنا بمصحف فاطمة في الخبر. وأما مصحف فاطمة ففيه ما يكون من حادث من أمور مستقبلي، وأسماء من يملك، أسماء الملوك فيه ما يكون من حادث وأسماء الملوك، يعني أخبار غيبيات التي لها علاقة بالنظم السياسي. في خبر آخر إنكم قال إن فاطمة عليه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، لاحظنا، ويخبرها بما يكون بعدها، وكان علي عليه السلام يكتب. محدثة يعني هي محدثة. نعم. هذا واحد. اثنين، هذا هو قال فهذا مصحف فاطمة. فهذا مصحف فاطمة. من يعرف القرآن ومنطق القرآن لا يستغرب من هذا الحديث، ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها. مصائب كربلاء، مصائب الإمام المجتبى، مصيبة الرضا عليه السلام، كل هذه المصائب كان جبرائيل يخبر فاطمة بذلك. انتهى الحديث. لها المملي جبرائيل، المتلقي فاطمة، والكاتب من هو؟ وكان علي يكتب ذلك. يا له من درس، يا له من مجلس. جبرائيل هو الذي يأتي بالخبر، فاطمة تتلقى، وعلي عليه السلام يكتب هذه الأخبار.
فهذا مصحف فاطمة. هذا كلام إمامنا الصادق المصدق. عدنا مجددا، كما ذكرنا في بداية الحلقة أن أمر انقطاع الوحي هو أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا يوجد قرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لقول أم أيمن رضي الله عنها عندما دخل عليها أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لها ما يبكيك، هل ما عند أليس ما عند الله خير؟ قال لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. فانقطاع الوحي أمر يعرفه جميع المسلمين، جميع المسلمين يعرفون أن بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وأنه لا توجد أي آية من القرآن الكريم ستأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الشيعة الذين ينكرون وجود ما يسمى بمصحف فاطمة عندهم، ها هم يعترفون كما شاهدتم في المقطع. وهذا السؤال الذي نطرحه لجميع عوام الشيعة، عندما يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل بعد هذه الآية من يأتي ويقول أن هناك مصحف آخر غير المصحف الذي أنزله الله، غير القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ واحد يجي شيعي يقول لي لا ده احنا ما فيش عندنا مصحف فاطمة، كتبكم تعج وزي ما شاهدنا مراجعكم تقول. ثم يعني في الكليني في الكافي، والكافي لمن لا يعرفه هو أصح من أصح الكتب عند الشيعة زي البخاري عندنا كده. فالكليني بيقول في رواية عن أبي بصير، بيقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله، أبي عبد الله اللي يقصد به الإمام الصادق، بيقول في حديث طويل وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. قلت اللي هو الراوي يعني بيقول له وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم، مثل قرآنكم هذا 3 مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد. فتخيل هذه العقيدة الفاسدة الذين يزعمون فيها أن هناك مصحف وكتاب ووحي ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم الفاسدة، نعرضها لكم وندعو عوام الشيعة أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله، لعل الله أن يتوب عليهم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.